اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن الدي كي اي او ديابيتك كيتو اسيدوزيس، مجازا كده نقدر نسميها غيبوبة السكر المرتفع. ابتدينا نتكلم عن مشاكل السكر. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن انخفاض السكر او غيبوبة السكر المنخفض، تقدر تشوف الحلقة من اللينك تحت. ودلوقتي هنتكلم على السكر المرتفع ومشاكله. لو عيان جالك الاستقبال وسكره عالي، فانت خايف من 3 حاجات: يا اما السكر عالي ومش عامل اي مشاكل خالص، وده بنسميه uncontrolled diabetes، وده عيان مش طوارئ، تقدر تروحه البيت ويتابع مع دكتور السكر بتاعه ويظبط جرعات علاجه ويظبط اكله ويظبط حياته مع دكتور السكر بتاعه، او ممكن تحجزه في اسم البطنه على انه uncontrolled diabetes وتظبط له الكلام ده في المستشفى. يا اما حاجه اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت، ودي هنتكلم عنها بعد كده، يا اما الدي كي اي، وهي دي المشكله الاكبر المشهوره للسكر المرتفع او الديابيتك كيتو اسيدوزيس، ودي اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده. الديابيتك كيتو اسيدوزيس دي بتحصل لما الجسم ما يلاقيش انسولين عشان يكسر الكربوهيدرات ويطلع طاقه يستخدمها، فبالتالي بيلجا للدهون ويكسرها عشان يطلع منها طاقه، وبالتالي بينتج من تكسير الدهون دي فري فاتي اسيدز، كيتونات كتير، فالكيتونات دي بتزيد في الدم وتعمل اسيدوزيس او حامضيه في الدم، ولما تزيد عن معدلها الطبيعي بتنزل كمان في البول ويبقى فيه كمان كيتونوريا، وطبعا كل ده بيبقى مصحوب بحاله جفاف شديده. فانت بتلاقي في العيان ده سكر عالي غالبا اكتر من 250 ملي جرام بير دي سي لتر، كيتونيميا يعني وجود الكيتونز دي بكثره في الدم، كيتونوريا وجودها في البول، والجفاف زي ما قلنا. والدي كي اي ده او الدايبيتك كيتو اسيدوزيس بتكون مشهوره اكتر وبتحصل اكتر في مرضى السكر من النوع الاول المعتمد على الانسولين. لو جينا نشوف بقى ايه هي اسباب الدي كي اي، يعني عيان بياخد الانسولين بتاعه او بياخد علاجه عادي، ايه اللي دخله في الدي كي اي؟ غالبا يا اما ما بقاش ياخد الانسولين، يا اما جرعه الانسولين قليله جدا عليه، يا اما حصل عدوى بكتيريه في جسمه، يعني مثلا جاله التهاب رئوي، جاله عدوى في الجهاز البولي، يا اما حصل له ميديكال او سيرجيكال ستريس، جاله مثلا جلطه في القلب لا قدر الله، ام اي او اي حاجه او عمليه كبيره دخلها العيان. كمان في بعض الادويه ممكن تساعد في وجود الدي كي اي، وكمان الحمل بالنسبه للسيدات بيزود فرص حدوث الدي كي اي. فالعيان بتاع الدي كي اي هيحس بايه وانت هتشوف عليه ايه؟ العيان ده هيحس ان اعراض السكر زادت عليه، العطش بقى يزيد، بقى يدخل الحمام ميه كتير، حاسس بتعب شديد، حاسس بالم في بطنه، ممكن ترجيع، ممكن غثيان، ولو كان عنده عدوى بكتيريه هي المشكله فممكن تلاقي معاه ارتفاع درجه حراره، ممكن الم في الصدر، ممكن كحه، ممكن حرقان اثناء التبول، وفي الحالات الشديده ممكن يكون تايه او ممكن في غيبوبه كامله. بالنسبه ليك انت لما تبص على العيان هتلاقي جلده جاف، والميوكس ميمبرين الاغشيه المخاطيه كمان جافه، تلاقي ديكريز سكين تيرجر، تيجي تمسك الجلد كده وتشده لفوق يفضل موجود لفوق لان في حاله جفاف شديده، تلاقي ديكريز ريفلكسس رد فعل بتاعه بالنسبه للاعصاب قليل، ممكن تلاقي الاسيتون اودر اللي هي ريحه النفس بتاعه تبقى شبه الاسيتون، الاسيتون ده يعني تلاقي الريحه كده شبه الفاكهه شويه او شبه الاسيتون اللي بيشيلوا بيه طلاء الاظافر، ممكن تلاقي عن نفس العيان سريع بيحاول يعمل ووش للسي او 2 عشان يصلح الاسيدوزيس، ممكن تلاقي سرعه في ضربات قلبه، ممكن تلاقي ضغط واطي، وممكن تلاقي درجه حرارته قليله. طيب انت بقى قاعد في الاستقبال وجالك العيان بالشكل ده وبالشكوى دي، تطلب له فحوصات ايه؟ اولا طبعا السكر اللي غالبا هيكون اعلى من 250، ثانيا الاي بي جي الارتيريال بلاد جازز اللي هي غازات في الدم عن طريق الشريان، واللي ممكن تلاقي فيها البي اتش اقل من 7.3، تلاقي البايكارب اقل من 18، وتسحب له كمان صوديوم وبوتاسيوم كلورايد، وفي فيديو ازاي تقرا الاي بي جي برضه اللينك بتاعه تحت ممكن تشوفه، كمان تطلب له سي بي سي عشان لو في انفكشن هتلاقي الوايت بلاد سيلز عاليه، كرات الدم البيضاء عاليه، كمان تعمل له بي يو ان وكرياتينين وظايف كلى، لان ممكن حاله الجفاف دي تاثر على الكلى وتدخله في اكيوت كيدني انجري. لو تقدر تعمل السيرم كيتونز اعملها، هتلاقيها عاليه غالبا اكتر من 5 ملي ايكوفالنت بير ليتر، اعمل له رسم قلب، ولو انت شاكك في حاله انفكشن او عدوى اعمل له كلشر مزرعه بول او مزرعه دم على حسب الحاله اللي انت شايفها طبعا. وفي الحالات الشديده لو الراجل ده جاي بغيبوبه كامله، فانت ممكن تعمل له سي تي او ام ار اي عشان تشوف في برين اديما ارتشاح سوائل على المخ ولا لا.
فبعد ما تعمل الحاجات دي بتطلع بالتشخيص النهائي DKA، لما تلاقي جلوكوز اكتر من 250، البي اتش اقل من 7.3، البايكارب اقل من 18، وجود الكيتونيميا والكيتونوريا. ازاي تعالج بقى عيان الدي كي اي؟ زي اي عيان طوارئ بيدخل لك الاستقبال اي بي سي. اي ايرواي، تشوف الايرواي مفتوح ولا لا، بالع لسانه ولا لا، محتاج يتركب له ايرواي ولا تيوب ولا لا. البي بريثنج، تشوفه بيتنفس كويس ولا لا، محتاج سي بي ار ولا لا، وفي فيديو برضو عن سي بي ار هنسيب اللينك بتاعه تحت. السي سيركيوليشن، تركب له كانيولا وتشوف البلس وتشوف البلاد بريشر على الناحيتين، ونبدا العلاج بتاع الدي كي اي. العلاج بتاع الدي كي اي بيتكون من 5 محاور: فلويدز، انسولين، بوتاسيوم، بايكارب، وعلاج السبب والمضاعفات. الخمس محاور دول لازم تحفظهم زي اسمك. هنتكلم اول حاجة على المحور الاول اللي هو الفلويدز. العيان ده بيكون في حالة جفاف شديدة، لازم ندي فلويدز كتير، ممكن ندي سالاين 9% او لاكتيتد رينجر. ويفضل ان انا ابدأ المحاور كلها بالفلويدز دي، بدي من لتر لتلاتة لتر في اول ساعة، بعد كده بدي لتر على مدار ساعة، بعد كده بدي لتر على مدار ساعتين، بعد كده بدي لتر كل 4 ساعات، على حسب حالة العيان وحالة الجفاف اللي موجودة، وعلى حسب السي في بي لو انا مركب سي في بي. كمان في اثناء العلاج لما الاقي مستوى السكر نزل عن 180، ساعتها استبدل المحلول بجلوكوز او ديكستروز 5%. المحور الثاني اللي هو الانسولين، طبعا بدي شورت اكتنج انسولين زي مثلا الاكت رابيد، وبيكون طبعا اي في. في ملحوظة لازم نعرفها، انه يفضل ما نبداش الانسولين الا بعد ما نقيس مستوى البوتاسيوم في الدم، لان البوتاسيوم لو اقل من 3.3 ممنوع ادي انسولين الا بعد ما ابدا اصلح البوتاسيوم، لان الانسولين ده هيعمل حاجه اسمها انتراسيلولار شيفت للبوتاسيوم، يعني هيخلي البوتاسيوم يدخل الخلايا، وبالتالي مستوى البوتاسيوم هيقل في السيرم، فده ممكن يعمل كاردياك اريزميا او رفرفه في القلب، وممكن يعمل ارست او توقف عضله القلب. فيفضل ان انا مبداش الانسولين غير بعد الفلويدز، وغير بعد ما اقيس مستوى البوتاسيوم في الدم. فهنقول ان احنا عملنا البوتاسيوم وطلع مستواه يسمح ان احنا ندي انسولين، في الحالة دي بعلق انسولين انفيوجن بجرعة 1/10 يونت لكل كيلو جرام في الساعة، ولما السكر ينزل عن 180 اخلي الجرعة دي النص، وبعد الحالة ما تستقر بنوقف الانفيوجن ونحوله على سبكتينيوس انسولين. ويفضل ان انا ما نزلش السكر بسرعة، يفضل ان انا نزل 200 ميلي جرام بر دي سي لتر في اول 5 ساعات، ما استعجلش اكتر من كده، لان انا لما ادي الفلويدز الكتير اللي شغالة ممكن ده يزود الهايبوجليسيميا، وانا مش عايز العيان بتاعي يدخل في هايبوجليسيميا. كمان لو نزلت مستوى الجلوكوز بسرعة في الدم ده ممكن يزود البرين اديما او ارتشاح السوائل على المخ. المحور الثالث اللي هو البوتاسيوم، انا بقيس البوتاسيوم، لو لقيته اكتر من 6 ما بديش بوتاسيوم، وطبعا بقيسه كل ساعة زي ما هنعرف بعد كده. لقيته من 4.5 لـ6 بدي بوتاسيوم، وفي الحالة دي بدي بوتاسيوم كلورايد 10 ملي اكويفالنت في الساعة، اما لو كان من 3 لـ4.5 ففي الحالة دي بدي 20 ملي اكويفالنت في الساعة من البوتاسيوم كلورايد، وطبعا زي ما احنا قلنا لو اقل من 3.3 مش هبدأ الانسولين غير لما صلح شوية البوتاسيوم، وبوقف البوتاسيوم انفيوجن ده لو لقيت مستواه عالي عن 5 بعد كده. نتكلم بقى عن المحور الرابع في العلاج، وهو الكوريكشن اوف اسيدوزيس، تصليح الحامضية دي، او من الاخر الصوديوم بايكارب. هندي صوديوم بايكارب ولا مش هندي؟ الصوديوم بايكارب ما بندهوش غير في الحالات الشديدة فقط، لان الاسيدوزيس ممكن يتصلح بنفسه لما ابدا الفلويدز وابدا العلاج، فما بديش الصوديوم بايكارب الا لو كان العيان شوكد او في كوما، او لو كان في سيفير اسيدوزيس البي اتش من 6.9 لـ7.1، او لو كان البايكارب اقل من 5 ملي ايكويفالنت بير لتر، او لو كان الاسيدوزيس ده عامل ريسبيراتوري او كاردياك ديسفانكشن، عامل مشكله في التنفس بتاع العيان او في قلب العيان، ففي الحالات دي بس اللي مسموح ان انا ادي فيها صوديوم بايكارب. فممكن ندي بقى البايكارب ده ازاي؟ لو البي اتش من 6.9 لـ7.1، فانا ممكن ادي 50 ملي ايكويفالنت من الصوديوم بايكارب، وازود عليهم 10 ملي ايكويفالنت بوتاسيوم كلورايد على 200 سنتي ماء معقم على مدار ساعتين. اما لو كانت البي اتش اقل من 6.9، فانا ممكن ادي 100 ملي ايكويفالنت من الصوديوم بايكارب على 20 ملي ايكويفالنت بوتاسيوم كلورايد على 400 ملي ماء معقم على مدار ساعتين برضو.
البايكارب ليه بنديه في الحالات الشديدة وليه مش بنديه في الحالات المتوسطة أو البسيطة؟ لأن البايكارب ده ممكن يعمل حاجة اسمها بارادوكسيكال سيلولار أسيدوزيس، كمان ممكن ينزل مستوى البوتاسيوم ويعمل أريزميا، كمان الفلويدز والعلاج اللي احنا بنديه للعيان ممكن لوحده يحسن الأسيدوزيس ويعالج الأسيدوزيس ده. المحور الخامس ان انا اعالج السبب واعالج المضاعفات اللي حاصله من الديكي ايه. يعني لو كان السبب انفكشن، العيان مثلا عنده التهاب رئوي ولا التهاب في المسالك البوليه، فانا بدي مضاد حيوي امبيريكال انتيبيوتيك ثيرابي لحد ما المزرعه تبان، واحدد اختيار المضاد الحيوي على حسب المزرعه. لو حصل مثلا للعيان سيريبرال اديما، وده بيحصل اكتر في الاطفال، فانا ممكن ادي مانيتول وممكن ادي ديكساميثازون، وده طبعا هعرفه لما الاقي فيه altered mental status، العيان مدروخ او مش مظبوط او تايه او في غيبوبه، اعمل له MRI هلاقي السيريبرال اديما. لو حصل اريزميا فده ممكن يكون بسبب الاسيدوزيس، فانا لو عالجت الاسيدوزيس والعيان اتصلح غالبا الاريزميا دي بتروح ويبقى كويس. لو استمرت في الحاله دي بستدعي دكتور الكارديولوجي عشان نشوف حل بقى للاريزميا دي. كمان ممكن يحصل حاجه اسمها مايوكارديال انجري، ممكن الاقي التروبينين عالي شويه ورسم القلب فيه شويه تغيرات، الحاجات دي برده كلها ممكن تتصلح لو عالجت العيان كويس وعالجت الدي كي اي، لكن لو استمرت بنستدعي دكتور الكارديولوجي دكتور القلب عشان نشوف حل للمشكله دي. كمان ممكن يحصل بالمونري اديما او ارتشاح ميه على الرئه، وده غالبا بيكون فلويد اوفر كوركشن، انا اديت سوائل كتير جدا فحصل بالمونري اديما، ودي حاجه نادرا ما تحصل يعني، لكن لو حصل بتتعالج بالاكسجين وبالدايوريتكس وغالبا بترتاح على الحاجتين دول وبيبقى العيان كويس. اثناء علاج الدي كي اي انا بعمل تحليل السكر كل ساعه، الالكترولايتس زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد كل ساعه لحين استقرار حاله العيان، بعد كده بيبقوا كل 4 ساعات. كمان وظائف الكلى بنعملهم نفس الكلام كل ساعه، وبعد كده كل 4 ساعات بعد تحسن حاله العيان. الاي بي جي بنعمله اول مره، بعد كده ممكن اقيس البي اتش من الفينا سامبل من العينه الوريديه مش الارتيريال، بتكون كفايه قوي وبتابع بيها البي اتش كويس، لان طبعا الارتيريال بتبقى مؤلمه وصعبه، وبقيسها برضه كل ساعه لحين تحسن حاله العيان، وبعد كده كل 4 ساعات. بعد العيان ما يتعالج من الدي كي اي لازم طبعا يتابع الدكتور بتاعه ويشوف ايه اللي دخله في الدي كي اي ويعالجه، ويشوف جرعاته بالنسبة للعلاج سواء كان انسولين او غير انسولين، يشوف نظام الاكل بتاعه ويشوف نظام الرياضة والحركة اللي بيعمله ايه، ويتابع حالته عموما مع دكتور السكر عشان الموضوع ده ما يتكررش ان شاء الله. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، شكرا لكم.